وسهلا بيكم في حلقة جديدة من الحياة مع حنان عواد. من كذا حلقة فاتت سجلت فيديو عن أزمة منتصف العمر عند النساء، وطبعا بما ان انا واحدة ست اتكلمت من منطلق خبرتي ومن منطلق القراءات الكتيرة اللي انا قريتها. النهاردة عاوزة اتكلم على أزمة منتصف العمر عند الرجال. طبعا انا مش راجل، ولكن قريت كتير وكمان اتكلمت مع الرجال اللي حواليا واهمهم طبعا زوجي لانه طبيب، وكمان قعدت افتكر بعض المواقف اللي حصلت لي او المحادثات او المناقشات اللي حصلت بيني وبين اشخاص رجال كانوا بيمروا بالفترة دي. واهمية ان احنا نتكلم عن الموضوع دوة مهمة جدا جدا سواء بالنسبة للستات او للرجال. طبعا للرجال عشان يفهموا ايه اللي هم بيمروا بيه وايه التغيرات اللي بتحصل ويتعاملوا معاها ازاي، ولكن برضو للستات مهم جدا جدا ان احنا نعرف ايه المراحل اللي بيمر بيها ازواجنا، ايه المراحل اللي ممكن يكون والدنا فيها، ايه المراحل اللي ممكن اولادنا يمروا بيها. كل ده بيهيئنا ان احنا نغير اسلوبنا مع الرجال المهمين اللي في حياتنا ونتعامل معاهم على حسب المرحلة اللي هم فيها. اول حاجة لازم اكد عليها هي ان احنا في حياتنا مش بنمر بازمة واحدة بس، احنا بنمر بعدة ازمات، وده يمكن للستات وللرجالة، ان كل مرة بنطلع من مرحلة ندخل مرحلة تانية، الفترة اللي بين المرحلتين دول الفترة الانتقالية هي ما يسمى بالازمات. وطبعا اول ازمة فيهم بتبقى في سن البيوبرتي، سن البلوغ، لما نبتدي نتعرض لبعض التغيرات الهرمونية وجسمنا يتغير والكلام ده كله، نبقى مش عارفين ازاي نتعامل معاه. طبعا الكلام ده برضو منطبق على اولادنا في المراحل العمرية المختلفة. تاني ازمة بتبقى في حدود سن 18-19 سنة وبيسموها صدمة المستقبل، future shock، وهي انه خلاص الشخص ابتدى ينتقل، ويمكن بتبقى باينة جدا جدا في الشباب الذكور انه مفروض انه بينتقل لحياة الادلتهود او حياة العالم الكبار. لو هو معد ومهيئ بيمشي سموث، لو الاسرة ما عدتوش وما هيئتوش بتتحول لصدمة المستقبل. بعد كده بيقولك في ازمة ربع العمر على سن من 25-30 سنة، بيكون فيها برضو شوية لخبطة، الشاب مش عارف عايز انهي كارير، مش عارف يختار، لسه مداركه الى حد ما محدودة، وده اكتشفت ان له سبب عضوي، ان المخ، خلايا المخ اللي هو هذا العضو اللي اسمه المخ ما بيكتملش نموه خاصة عند الذكور إلا على سن 25 سنة، فهو دلوقتي خلاص بقى عصبيا مكتمل وعايز يشوف إزاي حيمشي في حياته بعد كده. فدي أزمة ربع العمر. طبعا أزمة منتصف العمر اللي هي من 40-50، بعد كده يدخل في سن التقاعد وحياة التقاعد. اللي بيكلكع المواضيع أكتر وأكتر إن إحنا اللايف سبان بتاعتنا زادت، إن متوسط العمر زاد، ان بقى العادي ان الناس تعدي في 70-80-90% كمان. وده على فكرة يمكن في كل البلاد تقريبا، بس طبعا بيتفاوت نسبة الزيادة من بلد لبلد، لكن بشكل عام الناس اعمارها بقت بتزيد، وبقى متوقع ان الناس تعيش بعد سن التقاعد لاكتر من كده. ويمكن ده خلاني فكرت ودورت هم ليه عملوا سن التقاعد على 60 أو 65 سنة. فاكتشفت ان الموضوع ده جاي من الوظيفة، وان لما عملوا موضوع معاش التقاعد، طبعا بداية من الانجليز، لان الانجليز والامبراطورية البريطانية حطت قواعد لحاجات كتير قوي قوي في حياتنا، فحسبوا كده فشافوا متوسط الاعمار في الوقت ده، طبعا في الوقت ده الناس كانت بتموت بدري بدري، فحطوا سن التقاعد بشكل ما يكلفش الحكومة فلوس كتير.
ان الشخص اول ما هيطلع في سن التقاعد هيعيش سنة واتنين وبعد كده يودع. فلما حطوا سن التقاعد حطوه بشكل ان مش ناس كتير هتصل الى هذا العمر طبقا لمتوسط الاعمار، وان حتى لو وصلوا لهذا العمر مش هيعيشوا الفترة اللي تكلف خزانة الدولة فلوس كتير. طبعا الوضع اختلف تماما، والناس بتطلع على المعاش بكامل صحتها ويعني فيها شباب وحيوية وقوة ومخ والكلام ده كله. فدي برضو أمور لازم نفكر فيها ولازم نعرفها. النقطة التانية كمان هو إن إحنا دايما بنقول إن الستات بتعجز قبل الرجالة، وإن الستات لما بتعجز بتنهار صحيا أكتر من الرجالة، وده اكتشفت إن هو خرافة. ومش عشان جورج كلوني شكله حلو في الصور وان الممثلين شكلهم حلو في الصور ان يعني ان ده انديكيشن على ان الرجالة ما بيعجزوش. في لخبطات هرمونية بتحصل في اجسام الرجالة في الفترة دي برضو، يمكن مش التغيرات مش بتبقى قوية قوي ومش بتبقى سدن، مش بتبقى مفاجأة زي ما بيحصل عند الستات، لكن في تغيرات بتحصل، في حاجات معينة بتحصل في أجسام الرجالة زي ما في حاجات بتحصل في أجسام الستات. فزي ما الستات عندهم سن اليأس، اكتشفت ان حتى الرجالة كمان بيمروا بالمرحلة دي. ولكن ما نقدرش نقارن الستات مع الرجال، لان احنا كده بنقارن تفاح مع برتقان، ما ينفعش. احنا لازم نقارن نوعين زي بعض، راجل مع راجل، ست مع ست. المث ان الرجالة ما بيعجزوش او ان الستات بتعجز اكتر واسرع واوحش من الرجالة، دي خرافة. لا، الرجالة بيتعرضوا برضو لمشاكل كتير قوي من لخبطة هرمونات وخلخلة النسب كمان بتاعت الهرمونات في اجسامهم، حتى ولو ما بنشي قوي على بشرتهم، على التجاعيد، على الكلام دوه بيبقى له آثار، وده هنتكلم عنه بعد شوية. نقطة كمان هي استعداد الرجل لدخول مرحلة جديدة. كنت قريت كلمة مش فاكرة في أنهي كتاب، لكن يمكن أعتقد إن هو في Men from Mars Women from Venus. الكاتب بيتكلم على ان الرجالة بيدخلوا الزواج، مشروع الزواج، وهم فاكرين ان مفيش حاجة هتتغير. الستات بيدخلوا مشروع الزواج وهم فاكرين انهم هيقدروا يغيروا كل حاجة. يعني ايه؟ يعني الرجالة بيدخلوا الزواج فاكرين ان هتفضل العلاقة زي ايام الخطوبة، الست هيفضل شكلها هو هو، الالتزامات هتبقى هي هي، وتيرة الحياة هي هي. الله، ايه اللي هيتغير؟ مجرد ان احنا انا جبت روميت جديد. الستات بتبقى داخله مرحله الزواج عايزه تغير كل حاجه بقى، من ساعه من اول الديكورات لنظام الشقه لنظام الحياه للاكل للشرب للولاد لكل حاجه. فده اللي المشكله اللي بتحصل بين الستات والرجاله، هي عايزه تغير كل حاجه وهو عايز يقلع على كل حاجه زي ما هي. نفس الوضع في أي مرحلة بيدخلها الرجل، أحياناً ما بيكونوش على استعداد للمرحلة الجديدة. إحنا مثلاً الستات تلاقينا بنقرأ، لما تبقى الست حامل تقعد تقرأ كتب عن الحمل والولادة وتربية الأولاد وتسأل وتدور وتدعبس والكلام ده كله. الرجالة يمكن بيعملوا الكلام دوا بعد ما بيكونوا دخلوا المرحلة، احنا بنعمل الكلام دوا قبل دخول المرحلة. بالنسبة للرجالة بيستنوا لما الفاس تقع في الراس ويبتدوا يسألوا، يبتدوا يقروا، يدوروا، يتكلموا مع بعض. ولو ان الرجالة بينهم وبين بعض في منافسة شديدة جدا جدا، حتى ولو هم اصحاب قوي، لان التنافس ده ربنا زرعه في داخل الرجال. وكمان حتى هرمونات الذكورة هي الهرمونات المرتبطة بالاجريشن، بالقوة، بالعنف، بالتنافس، بالتناطح، بالمكسب. انا بكسب اكتر منك، انا عندي عربية احسن منك، انا عندي بيت احسن منك، انا مراتي احلى من مراتك. كل الحاجات دي ربنا خلقها
فعليا جوه الرجل علشان اعمار الارض. ما هو لو مفيش تنافس مفيش حد هيسعى انه يحسن حاجة، مش هيبقى فيه اختراعات. لكن للأسف طبعا يعني باي برودكت من الكلام ده، والحروب والمنازعات والخلافات والكلام ده، الرجالة ما بيبقوش مستعدين للدخول في المرحلة الجديدة. طيب ايه اللي بيحصل بقى في هذه المرحلة؟ زي برضو ما الستات كان عندهم حالة من عدم الرضا العام عن حياتهم، برضو الرجالة بيبقى عندهم نوع من أنواع عدم الرضا والملل وفقدان حس الأدفنشر، حس المغامرة، حس المجازفة. تاني، إحنا الستات الهرمونات بتاعتنا بتخلينا نورتشرر، يعني نطبطب، نبني، نحسن، نجمل. الرجالة الهرمونات بتاعتهم بتخليهم يتنفسوا، يخوضوا ريسكس، مخاطر، ياخد خطوات جريئة، يعمل حاجات جريئة. الكلام ده كله في الفترة دي بتحصل بقى حاجات مهمة جدا. لو هو حقق أحلامه ومش مستعد للمرحلة اللي بعد كده، يقعد يتساءل ماذا بعد؟ يعني أنا دلوقتي كنت بحلم إن أنا أكسب، إن أنا أشتغل، إن أنا أدير مشروعات، إن أنا أدير تيمز، إن أنا أعمل كذا، إن أنا أعمل كذا، أنا حققت الكلام ده. Now what؟ دلوقتي أعمل إيه؟ دلوقتي أحلامي خلصت، ما عادش فيه حلم للمرحلة اللي جاية، فما فيش قوة بتشدني ان انا اكمل الطريق. الاخطر بقى انه يكون داخل المرحلة دي معاه شوية احباطات لم يتم التعامل معاها في وقتها. وظيفة خسرها، منصب ما حصلش عليه، ترقية ما حصلش عليها، زيادة في المرتب علاوة، بيته هو، عربيته هي، بس طبعا يعني كل حاجة بتتدهور. الولاد بيكبروا، مصاريفهم بتزيد، العلاقة بيني وبين مراتي متنشنة، الكلام ده كله. فبيبقى داخل المرحلة دي وهو محمل بلاجج أو باجج من الإحباطات والخيبات الأمل اللي لم يتم التعامل معها. فتخيلوا كده، واحد داخل في سبق وكل ما يجري 10 متر يزودوا له لود فوق كتافه، بقى مثلا سي 10 كيلو، جريت شوية بقوا 20، جريت شوية بقوا 30، جريت شوية وصلت لنص الطريق وانا محمل باوزان كبيرة قوي قوي قوي، مش قادر. اضافة الى ده، لايف ستايل خاصة في البلاد بتاعتنا وفي الدول الشرق أوسطية بتاعتنا، اللايف ستايل بتاعتنا زي الزفت للأسف. أنا ما أقولها لكم كده، سواء في الأكل، سواء في جودة الحياة، سواء في الحركة، سواء في العلاقات الاجتماعية. للأسف ما تعلمناش إن إحنا نخلق لايف ستايل حلو. في فيديو تاني كنت اتكلمت عنه، عن اللي هي جزر الشباب الدائم، ازاي ان اللايف ستايل بتاعهم اللي ورثوه من سنين 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 وبيتوارثوه جيل لجيل لجيل، لايف ستايل صحي، نمط حياة صحي كويس، اكلهم، نوعية الاكل اللي ما غيروهاش على مدار السنين، ما ابتدوش يعتمدوا على الفاست فود زينا وماكدونالدز وكنتاكي والحاجات دي، احتفظوا بركائز معينة في نمط حياتهم ما غيروهاش. احنا عندنا لا، الموضوع مش كده. نمط حياتنا مش كويس، العيشة في المدن الكبيرة للأسف بتقوض الصحة وبتتعبنا، ومحدش عنده الرغبة انه يروح يسكن في حتة بعيدة، فقاعدين نقرب من بعض ونكتنز ونعمل. في أوروبا قرى اللي عايشين فيها 2000 شخص، طبعا عندهم مشاكل تانية اللي هي القرى اللي بتشيخ دي، ما عادش فيها شباب يشتغلوا، ما عادش فيها حركة اقتصادية، ولكن ما عندهمش مشكلة انهم يعيشوا في اماكن متفرقة وبعيدة ويعمروا اماكن بعيدة.
احنا ما عندناش ده، فمختنقين. وطبعا ده منعكس على الرجالة وصحتهم. وحس بقى الادفنشر اللي بتديها لهم هرمونات الذكورة بيخليه عنده نوع من الفانيتي، نوع من الغرور. لا انا عايز، انا هشرب سجاير ومش هيحصل لي حاجة. انا كنت بتكلم مع شخص كان شاب في وقتها ده، فبيقول لي انا خاف على صحتي من ايه؟ انا صحتي كويسة وما بشربش سجاير وعادي وكويس. قلت له مجرد الايجينج، مجرد عملية التقدم في السن بتيجي ببعض مشاكلها. دلوقتي هذا الشخص بقى في الاربعينات وفعلا ابتدى بقى يشتكي، فبفكره ايام ما كان في العشرينات وبقول له انت قلت ان انت مش هتعيا، انت قلت ان انت صحتك هتفضل زي ما هي، انت قلت ان كذا، شفت انت دلوقتي بقيت عامل ازاي؟ وده الشيء الطبيعي اللي مرتبط بالتقدم بالعمر، ما بيكونوش مستعدين لده. فبيبقى فيه بشكل عام رفض للحياة، لأن فيه خيبات أمل وإحباط، وكمان نمط الحياة بيرهق وبيتعب نفسيتهم وأجسادهم في نفس الوقت. وده بقى يدخلني في نقطة الاكتئاب والسترس. للأسف، وده يمكن كلام مش بيتقال كتير، الرجالة معرضين للاكتئاب وللذبحات الصدرية ولضغط الدم وللأمراض اللي مرتبطة بالحالة النفسية أكتر من السيدات. يمكن في حاجات مرتبطة بالشكل اللي الستات بتنفس عن مشاكلها. احنا بنحب الكلام، تنفسنا دايما بيبقى outward لبرة، نكلم صاحبتنا، نشتكي، نقعد نندب. الكلام ده كله الرجالة ما تعلموش ازاي يتعاملوا مع هذه المشاعر بالشكل اللي الستات اتعلمته من واحنا صغيرين، لما بنقعد مع بعض البنات ونقعد نحكي ونشتكي ونلون دوافرنا ونعمل دريس اب والكلام ده كله. الرجالة ما كانش عندهم الكلام ده، كل ألعابهم فيها تنافس، كل كلامهم حتى اللي بيقعدوا مع بعض على القهاوي، ودي انسايدر انفورميشن اتقالت لي، لما يبتدي حد يشتكي الشخص اللي قال لي بيقول لي كلام عن الشكوى ما بيكونش غير حاجات سطحية وكلمتين وبنقفل الموضوع ونرجع تاني نضحك وهق هق 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 وصوت عالي والكلام ده، واللي شفنا يقول ان احنا ما عندناش اي هموم. ليه بقى؟ انا سألته ليه، قال لي عشان ما فيش حد عايز يظهر قدام التاني انه ضعيف، محدش عايز يظهر قدام التاني ان عنده مشاكل، مش عارف يدير علاقته مع مراته، مش عارف يدير علاقته مع اولاده، مش عارف يدير علاقته مع التيم بتاعه، انه بيكسب اقل من التاني، او انه هو مش عارف يجدد عربيته، او الكلام ده كله. الكلام ده بالنص اتقال، فالقعدة بتبقى قعدة ضحك وتغطية على الجروح. ولكن الكلام المصارحة وان انا اقول اللي في قلبي واقول اللي في نفسي واقول واشتكي يا جماعة انا ايه، مش رجالة كتير اللي عندها القدرة والجرأة والثقة بالنفس انهم يعملوا الكلام ده ويطلبوا المساعدة. في كمان برضو حاجة بتحصل احيانا في العمر ده، ودي يمكن من ملاحظتي، ان الرجل لو موصلش لليفل معين من النجاح العملي في حياته المهنية بيبقى بيتنافس مع الشباب الصغيرين. احنا الستات لما بناخد فترة، ودي يمكن حصلت لي، لما باخد فترة وببعد عن مجال العمل واجي ادخل تاني ببقى willing واكسبتنج ان انا اشتغل شغلانة اقل من مستوايا لان انا كنت غايبة عن سوق العمل فترة، فعادي ان انا ابتدي من تحت درجة وابتدي اورك ماي واي اوت تاني. متقبلة ده. الرجالة ما يقدروش، هو ماشي طول حياته في كارير، ماشي طول حياته في كارير، لو ما طورش الكارير بتاعه في فترة وبقى اعلى من الناس اللي اصغر منه علما ومعرفة وخبرة بيتساوى بيهم وبيكون بيتنافس معهم. فالامبلوير اصحاب الاعمال، لا انا احسن لي، انا بصراحة بعمل كده، انا دايما كل اللي بعينهم معايا شباب صغيرين،
لا انا احسن لي ان انا اعين شاب صغير بيبقى لسه بقى بنشاطه، بيكون لسه عنده القدرة انه يجازف وانه يجيب افكار جديدة، والشد والجذب كمان. انا بحب جدا الشد والجذب بيني وبين الاجيال الصغيرة، لان بيجبروني ان انا اطلع من الكمفورت زون بتاعتي واتعلم حاجة جديدة واقرأ حاجة جديدة عشان اجي اكلمهم واقول لهم. They keep me fresh and alive. فالراجل لو وصل للمرحلة دي من العمر ومحققش النجاح المهني، نجاح مهني معين يخليه اعلى من اللي حواليه، خاصة اللي اصغر منه ولو حتى بكام سنة، بيكون سهل الاستغناء عنه، وبيكون سهل انه يجد داون سايزد. ومدام ما عندوش الخبرة، مرة بابا بتكلم انا وهو فبقول له انا حاسة ان في بعض الناس بتاخد خبرة سنتين وتتوقف ويفضل لمدة 10 سنين يشتغل بالخبرة السنتين دول. قال لي اه فعلا احنا شفناها، واكدها لي حتى زوجي، بيقول لي في دكاترة بيدخل الكارير بتاعه متعلم عمليات معينة، متعلم حاجات معينة، يعني ما بيزودش عنها، وهو ده اللي بيفضل يعالج بيه الناس over and over and over، يعني ما بيطورش خالص من نفسه. في المقابل في مهن تانية عشان تفضل اصلا موجود في هذه المهنة لازم تتعلم ولازم تاخد كورسات ولازم تاخد دورات، ولازم يعني مثلا في ادارة المشروعات عشان اكيب التايتل بتاعي الشهادة بتاعتي واخد ان انا مدير مشروعات معتمد، لازم كل سنة اقدم تقريبا 60 يونت من التعليم المستمر، ان انا لسه قاعده عماله اقرا كتب، لسه قاعده عماله بحضر سيمينارز، لسه بحضر كلام دوا. فلو هو مش في مهنه فيها الموضوع دوا بيوصل لحد الركود، وتبتدي بقى ايه احباطات جديده بقى، وخاصه لو فقد عمله في الفتره دي بتبقى فتره مميته بالنسبه للرجال. طيب احنا الستات زوجات امهات اخوات حتى، ازاي نساند الرجال المهمين دول في حياتنا في الفترة دي؟ اول حاجة ان احنا لا ننكر عليهم مشاعرهم. لما زوجي يمل من حياتنا الزوجية، بدل ما فكر ان هو ده بيتبطر على النعمة، هو مش شايف النعمة اللي هو فيها، هو ازاي يزهق مني، ازاي كذا ازاي كذا، اقول اوكي هو حاسس بالشعور ده، الشعور ده حقيقي، ازاي هتعامل معاه؟ والتعامل معاه بيتطلب تغيير، والتغيير لازم يكون على مستوى الأسرة كمان، ان كل الناس اللي في الأسرة تفهم المشاكل اللي داخل فيها الأب، تفهم المرحلة اللي داخل فيها الأب. أولادنا أحيانا بيبصوا باستهتار لأبهاتهم، باستهزاء لأبهاتهم، بيبقوا شايفين ايه يعني انت ايه، وبيبقى فيه تنشنة وصراع، خاصة لو ولد في سن المراهقة بيبقى صراع ما بين ذكر وذكر، انت مش ناجح، انت بتتكلم عن احباطاتك، انت صحتك اي كلام، انت مش مقدم، انت عمه فلان اغنى منك، عمه فلان بيدي لابنه كذا وكذا وكذا وانت ما بتدينيش كذا. فلازم يبقى فيه كلام، ولازم يبقى فيه مصارحة من الطرفين، من الراجل انه يصارح الست بالحاجات اللي مأثرة فيه والمشاكل اللي هو بيمر بيها، والست كمان ما تعيرش جوزها بالمشاكل اللي هو بيعدي فيها. طيب ايه اللي حصل؟ فقدت وظيفتك؟ خلاص ما جراش حاجة، take your time، هنعمل ايه؟ ايه اللي ممكن نعمله؟ هل في حد ممكن نكلمه؟ هل في خطوات ممكن نعملها؟ ولما جوازتنا او الشخص اللي هو اللي موجود في حياتنا، ممكن يكون اب ممكن يكون اخ، يبقى في لحظة كده حاسس كأنه مش قادر يفكر، ده مش ضعيف الشخصية، ده لانه مش مستعد للمرحلة دي، ما عملش سيناريو بينه وبين نفسه يخليه يفكر ايه ده انا لو فقدت عملي في وقت من الاوقات. ما بتخطرش الافكار دي في دماغهم،
وفي نفس الوقت هو برضو لسه مسؤول عن بيت ولسه مسؤول عن مصاريف، فالموضوع overwhelming. نيجي احنا بقى الستات، ها يخيب يا نايب يا عرة الرجالة، شوف فلان بيعمل ايه، شوف فلان بيكسب ايه. لا، وعلى فكرة الكلام ده برضو بنعمله مع اولادنا، المقارنات والكلام السخيف البايخ اللي ملوش اي لازمة اساسا. تعالى تعالى نقعد، هات ورقة وقلم ونجايد ذم. وده مش معناه ان احنا بنفهم اكتر منهم، لا، احنا بره، احنا مش في النار اللي هو فيها، فاحنا قادرين من موقعنا ده نشوف، نتصرف، نعمل، نفكر. فده اللي مفروض. الحاجة التانية كمان ان نمط الحياة لازم يتغير، ونمط الحياة ما يبقاش تغيير بالخناق. في يعني في مفهوم في البوليتكس، في السياسة، اسمه القوة الناعمة، وفي طبعا القوة الغاشعة. القوة الناعمة دي اللي هي فيها الدبلوماسي أكتر، فيها الدعم المالي لبلاد معينة، فتبقى البلد دي ليها قوة وسيطرة على البلد التانية، مش بالحرب، مش بالطقش، لكن قوة ناعمة. هنا احنا محتاجين هذه القوة الناعمة، ان احنا نديهم كده هنتس، نديهم افكار، اقتراحات. مثلا في اسلوب حلو بحب استعمله جدا سواء مع اولادي او مع زوجي او مع اللي انا بشتغل معاهم، انا بفكر بصوت عالي، اقول لهم كده، اقول لهم انا بفكر بصوت عالي، ايه رايكم لو عملنا كذا كذا كذا، ينفع ولا ما ينفعش؟ ان انا احط الفكره بتاعتي بدل ما اقول امر، اقول تعالوا نعمل كذا، تعالوا نجرب كذا، احطها بشكل فكره، ايه رايكم لو فكرنا في كذا. الحاجه اللذيذه قوي ويمكن شفتها في رجاله كتير خالص، انه ياخد الفكره اللي انا قلتها ويقولها هو، ها كانها فكرته هي. لو ده بيخدم الموضوع، ولو انا في موضع سلطه بقبله، لو في تنافس بيني وبين هذا الشخص ما بعديهاش ابدا ابدا، انت خدت فكرتي انا اللي قلتها. دورنا هنا دور المسانده والمساعده، وان احنا ناخد بايديهم واحده واحده باستخدام القوه الناعمه دي. يعني كان في شخص يعني جاله مرض عضال، بس الدكاتره قالوا له ممكن نتعامل معاه وهتتعافى. كان بيشتكي ان المناحه اللي عملتها مراته دمرته نفسيا اكتر من المرض نفسه، ان مراته كانت قاعده عماله تنوح عليه. تعاملها مع الامر للاسف للاسف ما سندوش ما ساعدوش، وحتى الدكتور بيقول له انت كنت ماشي كويس قوي، ليه التدهور ده؟ التدهور ده لما ابتدت الست تنوح وتقول يعني انت عييت وعملت كذا وهنعمل ايه وهنسوي ايه ومش عارف ايه، ده انت صغير على الموت، كلام عجيب قوي. كمان المنافسه، فكروا ان الرجاله بيتنافسوا مع رجاله تانيين بره، عايز يحس انه قوي، عايز يحس انه شاطر، عايز يحس انه ناجح. لما نيجي بقى في البيت ونقود هذه الثقه بالنفس، لا انت مش شاطر ولا حاجه، لا انت خيبان، انت لولايا ما كنتش بقيت حاجه، انت من غيري ما تسواش بصله، انت من غيري ما تتصرفش، ما تعرفش تعمل اي حاجه، انت تغرق في شبر ميه. دي جيم بتلعبها الأمهات على أولادهم، وبتلعبها الزوجات على زوجاتهم، بتلعبها الأمهات على أولادهم عشان يفضل الابن بتاعي من غيري ما يقدرش يعيش ملتصق بي، لأن الأم من غير هذا الالتصاق مع ابنها الولد تحس إنها ملهاش دور ولا قيمة. بتعملها الزوجة مع زوجها عشان ثقته في نفسه تتضعضع، يقوم ما يبصش بره، مع ان ده بيعمل العكس، بيخليه يبص بره وبيخليه يكره البيت وبيخليه يكره العيشه. فلازم الرجل يحس في البيت انه مقدر، انه حاجه كبيره بالنسبه لمراته، انه حاجه عظيمه بالنسبه لمراته، حتى ولو مجرد ان هو شيال، حتى لو مجرد ان هو واحد بيلم الزباله، حتى لو مجرد ان هو موظف كاشير عادي في 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 في, في سوبر ماركت، whatever، انت بالنسبه لي حاجه كبيره، انت بالنسبه لي يكفي الجهد اللي انت بتعمله،
انت بالنسبه لي يكفي الفلوس الحلال اللي انت بتدخلها علينا، انت بالنسبه لي يكفي ان انت جبت لي ولادي الحلوين، دورك كأب. كل واحد فينا عنده اخطائه، انا كأم مش بيرفكت، انا مش 100%، جوزي برضو مش بيرفكت، مش 100%، ولكن امدحه على الحاجات الكويسه اللي هو بيعملها، اطمنه كمان، اطمنه على المستقبل. الرجاله بيخافوا من المستقبل على فكره اكتر من الستات، لانه بيكون بيفكر في 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 كم الاحمال والمسؤوليات اللي عليه. في رجاله بتهرب من تحمل المسؤوليه، في رجاله بتبرك زي الجبل الجمل تحت الحمل. دي الخواطر اللي انا توصلت ليها، ان ازاي نساند ونساعد اجوزتنا في نمط الحياه، نبتدي نغير نمط الحياه شويه شويه وسنه سنه، نغير الاكل سنه سنه، نقترح ان احنا ننزل نتمشى، ننزل نروح نيجي، نعمل نقرا كتب، نفكر لهم حتى في هوايات وفي حاجات يعملوها، نشجع ان هم يروحوا يقابلوا اصحابهم. انا بشوف ستات بتحبس جوازاتها في البيت. انت ممنوع ان انت تطلع، انت ممنوع ان انت تتقابل مع حد، انت ممنوع ان انت تخرج مع حد. احنا كده مش بنحافظ عليهم على فكرة، احنا كده بندمرهم، فبنبقى متجوزين حاجة كده مهلهلة، حاجة كده ملهاش اي معنى. لو هو بيخرج كتير نعمل بقى حل وسط، ماشي اوكي اخرج وتقابل مع اصحابك وكل حاجة، بس خصص لي انا كمان وقت، ونبتدي ايه نعمل تفاوضات، مش شد وكسب، تفاوضات، حب عليا وحب عليك. الحاجة التانية بقى يمكن دي من مسؤولية الرجالة، ان طبعا في مش خمرة، هو طبعا الناس اللي هي برة بيصرفوا في الخمر في الوقت ده، والحمد لله احنا ما عندناش الكلام ده، ولو ان بعض صديقاتي المسيحيات اشتكولي من جوازاتهم انهم بيزودوا عيار الخمرة في سن معين. لكن السجاير مدمرة لصحة الرجالة بشكل عام، صحته الجسدية، صحته العقلية، صحته الجنسية بتبهدله. وده يمكن يدخلنا في موضوع الصحة الجنسية، لأن الموضوع ده مهم جدا 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 بالنسبة للرجالة. إحساسه بالمانهود، بالذكورة، مرتبط جدا جدا بالموضوع ده. يمكن الستات يمكن شكلي، أناقتي، وزني، تخني، مش عارف ايه، حاجات كتير قوي بتدخل تحت أمبريلة انا ست. ولكن الرجالة بيقيموا المانهود بتاعتهم بصحتهم الجنسية، بالفلوس اللي عاملينها، وبالمنصب اللي هم وصلوا له. هي دي الثلاث معايير اللي الرجاله بيقيموا نجاحهم في الحياه. احنا الستات عندنا معايير كتير قوي، وده يمكن فكرني بشخص فجاه كده بقى بيجي لنا في البيت كتير قوي عند بابا. فبابا حكالي يعني بعد ما الشخص ده يعني تكشفت عنه بعض الحقائق، بيحكي لي بيقول لي ده احنا كنا في الجيش مع بعض، وانا كنت دايما، احنا طبعا وباقي المجندين نتريق عليه ونقول له انت فاضل لك 6 شهور وتترقى من جحش لحمار. ده الاسلوب السخيف بتاع هزار الرجاله وهزار الشباب اللي بيدخل في حد البولي او التنمر، واللي بيأثر على الصحه النفسيه للرجاله التانيين او للشباب التانيين. فانت ما تعرفيش هو بره بيتعرض لايه، بيتعرض لحاجات زي كده. فحتى بابا بيقول لي طبعا ساعتها ما كانش الواحد بيفكر ان ده غلط، وما كانش الواحد بيفكر ان ازاي نقول كده، كنا بنفكر انه هزار وخلاص. وقال لي كلمة حلوة قوي، قال لي ما اصلا انا لو ما هزرتش كده هم اللي هيهزروا عليا كده، فيعني ايه عارف ايه، خدوهم بالصوت لا يغلبوكم. المهم افترقوا وقعدوا سنين طويلة جدا جدا، لغاية ما تقابلوا في مرة في مصلحة حكومية، وابتدوا يرجعوا الود تاني. وابتدى الراجل ده يزورنا ويتكلم مع بابا على ممتلكاته وأطيانه، ومش عارف المشروع اللي عايز يدخله هنا، والمشروع اللي دخله هنا، ومش عارف ايه، لدرجة انه كان بيعاير بابا ان هو عنده 5 عيال وبابا عنده 3 بس. ولا مرة عزم بابا عنده في البيت، ولا مرة عزم بابا عنده في الأماكن اللي هو بيروحها. المهم بابا ضيق عليه الخناق، انه عايز يعرف هل انت فعلا غني قوي كده زي ما انت بتقول، يعني انت بتجيني بتاكسي،
طب فين عربيتك مثلا؟ يعني دي اول مظهر من مظاهر الغنى، لغايه ما بابا اكتشف ان هو راجل بسيط ووظيفه بسيطه جدا جدا، وعايش في حته شعبيه قوي قوي، و مش كده خالص، واولاده لا يقارنوا بينا في التعليم، لا يقارنوا بينا. ف بتكلم انا وبابا، فبيقول لي بقول له ليه يكذب، انا مش فاهمه ليه يكذب، انت كنت هتطرده من البيت. قال لي لا، هو كذب عشان زمان انا كنت بتريق عليه، زمان انا كنت بقول عليه انه ما بيفهمش حاجه، انه هيبقى فاشل. جه النهارده بالصدفه عايز يثبت لي انا مش فاشل. فهو يعني المقارنه بقى ابل تو ابل، ان بابا انجح منه، فلجأ للكذب وللمغالاة وللتضخيم علشان يداري الإحباطات والفشل. فبيقول لي بابا، بيقول لي أنا صعبان عليا جدا، وصعبان عليا إن إحنا كنا مجندين، وإن إحنا سببنا له هذه العقدة في حياته، إنه جه في لحظة من اللحظات اضطر إنه يكذب علشان يبين نفسه إنه هو ناجح، عشان يجي يقول لنا شفتوا اللي كنتوا بتعايروه، شفتوا اللي كنتوا بتقولوا عليه، لا ده انا كذا وكذا وكذا، حتى ولو بالكذب وبالخداع. وكان من الغباء انه ما اكتشفش او ما فكرش انه ممكن يكتشف كذبه ده. هذا التنافس والتناطح اللي بره، لما يجي البيت ما نقعدش احنا بقى نبوك انت فيك وفي الزمان وما بتعرفش وما بتعملش وما بتجيبش وما بتكسبش وكل الكلام ده كله. ف نفكر ازاي نسنده، نحمسه، بس احنا للاسف ما بنعرفش نحمس الابناء والازواج غير بالمعايره او بالديرنج. يعني ايه؟ طب وريني كده لو راجل هتمدي ايدك عليا، فنسمعها ولا لا؟ نعم، انت عايزاني اثبت ان انا راجل بان انا اضربك؟ طب اهو، طب تعالي بقى من شعرك واضربك. او هو انت راجل انت؟ يشوف انت فلان بيعمل ايه، وشوف اللي بيعمل ده ايه، وشوف ده بيعمل ده ايه. فضعضعت وزعزعت الثقة بالنفس عندهم، هتحوله لرجل مهترئ، او هتحوله لرجل ساخط صاخب غاضب، هيطلع سخطه وغضبه علينا. فلازم نختار القوة الناعمة ان احنا نساند جوازاتنا، نساند اولادنا، نساند اخواتنا بالشكل اللي يرفعهم ويعليهم، مش يخسف بيهم الأرض. أرجو أن حلقة النهاردة ولو أنها طويلة تكون عجبتكم. أنا جمعت فيها معلومات كتير قوي قوي قوي، لكن أعتقد أنها معلومات مهمة جدا. ياريت لو عجبكم الفيديو اعملوا له شير ولايك، واشتركوا في القناة لو ما كنتوش لسه اشتركتوا. أشوفكم في فيديوهات جديدة إن شاء الله.